السلام عليكم، لقد تم قبولي في مسابقة ماغوك ويب أوردز، وأدعوكم إلى التصويت يا إخوان الكرام. سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو، فبعد الدخول إلى الرابط تظل لكم الواجهة على هذا الشكل. نقوم بالضغط على كونكتيف بوغ فوتي لكي نقوم بربط حسابنا الفيسبوك مع الموقع ماغوك ويب أوردز. نقوم بالضغط على كونتيني وننتظر تقريبا 5 ثواني وسوف تظل لنا الواجهة على هذا الشكل. نقوم بالضغط على فوتي بور سات كونديداتور هكذا، وبهذه الطريقة قد تكون يا أخي الكريم قد قمت بالتصويت عالية. فكما ترون هنا فيليسيتاسيون وشكرا لك يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. في هذا الفيديو أتيت لكم بموقع للحصول على الآلاف المتابعين لحسابك الانستغرام مجانا. فهذا الموقع حصري يا إخوان الكرام، لقد قمت بشرح موقع آخر من قبل، واليوم أتيت لكم بموقع جديد ومختلف عن الآخر. فهذا الموقع الذي سوف أقدمه لكم اليوم يعطيك 500 متابع كل ساعة تقريبا يا إخوان الكرام. المهم سوف أريكم الطريقة يا إخوان الكرام، لكن عليك بمتابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة المرجو ضغط الزر اشتراك ثم التفعيل خاصية الجرس كذا لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة، وأيضا لا تنسوا ضغط الزر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قبل ان نتطرق الى شرح الموقع اول شيء ادعوكم الى التصويت عليه في مسابقه ماغوك ويب اووردز. سوف تجدون الرابط التصويت اسفل هذا الفيديو. الان سوف ننتقل الى شرح الموقع. مرحبا يا شباب، هذا هو الموقع الذي سوف نقوم بالحصول على متابعين. فكما ترون هنا ازيد من 500 متابع تقريبا كل ساعه. سوف تجدون الرابط الموقع اسفل هذا الفيديو. اول شيء نقوم بالدخول اليه، نقوم بالضغط هنا على هذه العلامة، هنا نقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بنا على الانستغرام هذا هو، وهنا نقوم بكتابة كلمة السر. سوف أقوم بكتابة الاسم الخاص بي، انتظر ثم تظهر الصورة. نعم هذا هو حسابي اخوان الكرام، فكما ترون الصورة هنا أقوم بكتابة كلمة السر. أقوم بالضغط على جريس ياب سيف لحفظ كلمة السر. ننتظر قليلا ريثما يتم الدخول مباشرة إلى الموقع لأريكم طريقة الحصول على متابعين، وأيضا يمكنك الحصول على لايكات ومشاهدة على ستوريات وأيضا مشاهدة الفيديوهات على حسابك الانستغرام. فكما ترون إخواني الكرام لقد تم الدخول مباشرة إلى الموقع. فكما ترون هنا يعطيك 100 لايك على الصور الخاصة بك أو الفيديوهات، وأيضا يرسل لك 100 متابع، وهنا هذه لا أعرف ما هي، وهنا 3000 مشاهدة على ستوري الخاص بك. إذا كان لديك صورة على ستوري أو فيديو على ستوري يمكنك الضغط هنا والحصول على 3000 مشاهدة. ونعم هذه الصورة وهنا الفيديو. هنا إذا كان لديك فيديو على حسابك الانستغرام تحصل على 3000 مشاهدة. وهنا ساند سيف، هنا لا أعرف ما هي، كل ما يهمنا هو متابعين. نقوم بالضغط هنا، فكما ترون حاليا يوجد 100 فولورز. نقوم بالضغط عليها هكذا، وهنا أقوم بكتابة الاسم الخاص بي على حساب الانستغرام. فهذا هو حساب وهمي، فكما ترون لدي 58 متابع. أقوم بالضغط على الريفريش لأريكم يا إخواني الكرام، 58. بعد كتابة اليوزر نيم الخاص بحساب الانستغرام أقوم بالضغط على هنا اللون الأخضر، وننتظر قليلا ثم تظهر لنا الواجهة أخرى أو صفحة أخرى. فكما ترون كما قلت لكم لدي 100 متابع، أقوم بكتابة هنا 100 يا إخواني الكرام، ثم أقوم بالضغط هنا على اللون الأخضر إرسال متابعين، وننتظر ريثما يتم إرسال متابعين على حساب الانستغرام. فكما ترون لدي 58، ننتظر ريثما ينتهي هذا يا إخواني الكرام. كما ترون هذو هم الحسابات أو المتابعين الذي قاموا بمتابعتي حاليا، 1 2 3
أزيد من 10 أشخاص قاموا بمتابعته، 11 متابع كما ترون. حصلت على 11 متابع، أقوم بالضغط على الريفريش، تذكروا كانت لدي 58 كما ترون إخواني الكرام. ازداد العدد 11 فهم كلهم أجانب. فهذا الموقع يرسل لك متابعين أجانب يا أخي الكريم. وأيضا يمكنك الحصول على لايكات، تقوم بالضغط عليها هكذا وتقوم بوضع الرابط الخاص بأي صورة على حسابك الانستغرام، تقوم بوضعها هنا، تقوم بالضغط هنا وتقوم باختيار كم عدد اللايكات التي تريد الحصول عليها، ثم تقوم بالضغط على اللون الأخضر وتنتظر يا أخي الكريم ريثما يتم الحصول على اللايكات الخاصة بصورك يا أخي الكريم. فكل ما يهمني أنا هو الحصول على متابعين، زيادة عدد متابعين إخواني الكرام. كما ترون حصلت على 11 متابع، فهي طريقة سهلة جدا يا اخوان الكرام ولا تتطلب منك اي مجهود كبير. المهم فهذا هو شرحنا لهذا الموقع، والى هنا وانتهى الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.